بدأ بدخول عالم الأزياء عبر والدته لكونها تهتم في هذا المجال. المصمم السعودي عدنان أكبر استلهم مجموعته من طبيعة المملكة لكونه أول أسبوع موضة في الرياض. الوالد بدأ من عمر صغير وكان استلهامه من والدته، لأن والدته كانت تلبس أزياء راقية جدا، ومنها استوحى التصميم وخاض في عالم تصميم الأزياء، ومنها طبعا طلع درس في كذا دولة من برا إلى أن وصل اليوم. كان الكوليكشن تبعنا كله مستوحى من طبيعة المملكة، لأنه أول رياض فاشن ويك يصير في السعودية. تدعم هيئة الأزياء المصممين السعوديين في هذا الحدث العالمي، واللي جمع الكثير من ميلان وباريس عشان يشوفون مواهب المصممين السعوديين. I'm so proud to have the first Riyadh Fashion Week happening as we speak in the city and in the kingdom. They have showcased their products abroad in Milan and Paris with us. So it was about time that we create the first Fashion Week and show what talent is showing around the world. We have actually tapped into our Saudi 100 brand program designers. I think first and foremost we see that Saudi is becoming the next big market for the world. نمو سريع في عالم الموضة تشهد المملكة في هذا الأسبوع، اللي بيّن لنا المواهب السعودية في التصاميم. نجوى العضيلة، أخبار 24.